يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند ذهابنا لدفن أحد الأموات نسمع من بعض الناس وربما يكون من القائمين على بعض مغاسل الموتى، عند ذهابنا لدفن أحد الأموات نسمع من بعض الناس وربما يكون من القائمين على بعض مغاسل الموتى يقولون ارفعوا القبر وسنموه ولو فوق شبر بحجة أنه سوف يهضم فيما بعد، فما هو الموقف الصحيح من ذلك؟ ما يفتح هذا الباب، يرفع قدر شبر مسنما كما كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبور أصحابه، ولا يقال لأنه يمكن يهضم فيما بعد، ما علينا، المهم أن يطبق السنة ولو هضم فيما بعد ما في مانع، إذا هضم يجاب تراب ثاني ويضع عليه ما يخالف، إذا هضم خشيتم أنه يجتمع الماء عليه أو أنه يداس ما يخالف، جيبوا تراب وضعوا فوقه، جيبوا حصبة وضعوها فوقه. نعم.